الكلمات اللي انا خدتها وانا نازل، انت نازل تلعب كليب عادي، الكره معانا بتهاجم، الكره علينا بتدافع بس، يعني ولا تعليمات، يعني مش تعليمات خاصه بحاجه معينه نفذها. يعني كانت المساله محسوبه برضو، ما فيهاش انطلاق. لا الحاجه الطبيعيه، يعني هو احنا كسبانين واحد والامور يعني لو قصت على كده ما فيش اي مشكله. يعني هل شعرت اثناء لحظات توقف المباراه بسبب اشعال الشماريخ ان هناك خطرا على الاهلي في الغاء المباراه؟ وانا صراحه قلقت، لان ممكن من السهل جدا الحكم كان يلغي المباراه، يعني لان الاصابه بتاع اللعيب بتاع فريق ذات اعتقد ان هي يعني كانت مؤثره بعض الشيء واللعيب خرج، ف انما لا يعني الحمد لله ان ما كانش فيها تاثير. الراجل قال لهم، الكابتن عبد الحفيظ الناس المسؤولة قال لهم لو اي حاجه تانية حصلت او الشماريخ ظهرت تاني هلغي المباراه. يمكن بعدها الحمد لله الجمهور ما فيش اي حاجه حصلت والامور عدت على خير. طب هل شعرت ان الحكم قرر الغاء المباراه واكملها صوريا او تمثيليا، ولا ما جاش الشعور ده عندك؟ لا ما جاش وما اتمنهوش برضه يا دكتور. لا بس يعني هل ما جالكش الشعور ده؟ لا هو جالي، لان انا افتكرت ماتش المنتخب مع زيمبابوي اللي كان في مصر ان الحكم برضه كمله، عشان كده اعتقد ان انا الوقت المباراه دي كملت كان هيبقى فيها تاثير، انما اعتقد النهارده لا. يعني عموما بنشكرك كابتن سيد معوض، بنهنيك على الفوز وعلى